السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية رمضان مبارك على الجميع، بما بالمناسبة أنه اليوم هم اليوم واتعبناكم اليوم، بس رح ناخذ من وقتكم دقيقة أو دقيقتين لا أكثر. أوكي؟ ديل؟ أكسلنت. شباب اللي راح نبدي يوم جديد، سواء انت اديت او ما اديت. ابدي من اليوم، لازم يكون عندك حافز ويكون عندك دافع. ليش يكون عندك حافز ودافع؟ لان اهلك منتظرين هاي الفرحه، اهلك راح يفرحون اكثر منك بنجاحك. شباب يعني انت تخيل معاي راح تيجي النتائج اليوم، سواء انت كنت وزاري او مرحله منتهيه او غير منتهيه. إيش قد حلوة من تجيب النتيجة على أهلك، وراح يفرحون، راح يفرحون بهذا النجاح اللي تعبهم. ما راح من البداية يعني يصرفون عليك سواء بشتى الطرق. أما إذا لا سمح الله جبت درجة مزينة، راح يكون عندهم غصة. فإذا أنت تريد تخلي داخل أهلك غصة فلا تشتغل، كونوا أقوياء وانضغوا الوحش اللي بداخلكم، وانتوا تقدرون من اليوم تشتغل على نفسك. لا تقول راح الوقت، لا. أوكي؟ فبالتوفيق للجميع إن شاء الله. الدرس السنة الجاية نشوفكم بأحسن وأفضل صوف. أوكي؟ وبالتوفيق.